ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسارعا للخيرات، وموضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات بست مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم بالتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة وده 40، تطبيق على المجتمع دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112 دول عاملين الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عاملين جزء ونص. أقول هذا واستغفر الله لك. موضوعات ربع ما ننسخ، الربع السابع في الجزء الأول في سورة البقرة. 3 موضوعات: كيف نقضي على فتنة النسخ، ما الأمور الخمسة اللي تشبه بها اليهود بالكفار، وكيف نتعامل مع اليهود. طب كيف نقضي على فتنة النسخ؟ نبين العقوبتين اللي هيكرر كلام اليهود في النسخ. تاني حاجة نبين طريقة الانتقام من اليهود اللي نشر فكرة النسخ، نعفو ونصفحه حتى يأتي أمر الحرب، وفي انتظارنا دوت نزود العبادات. بعد كده ايه الخمس امور اللي تشبه بيهم اليهود بالكفار؟ قالوا الجنة لنا لوحدنا، غيرنا كفار، قالوا ان منعوا العلم، قالوا ان ربنا لولد، وقالوا خليه يكلمنا. طب كيف نتعامل مع اليهود؟ ب4 قواعد: اول حاجة نبشرهم وننذرهم، تاني حاجة لا نرضيهم ولا نتنازع مع امور دينهم، تالت حاجة ان احنا ننقي الخاشعين منهم، آخر حاجة نذكرهم بنعمة. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. تدبر وفهم الربع السابع من سورة البقرة، ربع ما ننسخ. الربع ده بيتكلم على 3 حاجات: أول حاجة مواجهة فتنة النسخ اللي قالها اليهود. اليهود قالوا المسلمين ربنا نزل الحكم ونسخه، معنى كده ان ده مش قرآن، ان ده مش كلام ربنا، ربنا بيقول حاجة بيرجعش فيها. طب ازاي نواجه الشبهة ديت؟ نواجهها بحاجتين: نقول للناس اللي هيتكلم كلام اليهود هيتعاقب بعقوبتين، ويجب على كل مسلم ان هو يواجه اليهود وينتقم منهم في الكلام ده بخطوتين. طيب ايه العقوبتين اللي يقول كلام اليهود ويصدق كلامهم؟ اول حاجة ده اسمه جاهل، جاهل برحمة ربنا وجاهل بقدرة ربنا. قال الله تعالى: ما ننسخ من ايات او ننسيها نأتي بخير منها. اما نلغي حكم بنجيب احسن منه، وده من مقتضى رحمة ربنا. فلو ربنا اول حكم نزله تحريم الخمر ما كانش حد اسلم، لان الناس مدمنة خمر، فربنا تدرج بيهم الخمر بـ3 مراحل. فربنا اما نزل الخمر اباح الخمر في الاول، الاباحه دي كانت مهمه جدا عشان الناس تقبل الاسلام، وبعدين كرهه وبعدين حرمه. يبقى اللي بيقول لربنا لازم ما تنسخش، الراجل ده جاهل برحمه ربنا وعاوز ربنا يبقاش رحيم. واللي يقول لربنا واللي يعترض على افعال ربنا يبقى كافر. ما ننسخ من ايات او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ دي العقوبة الثانية، إن ربنا له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، ولا يجوز لحد يقول لربنا اعمل كذا وما تعملش كذا. اللي يعمل كذا ربنا ينتقم منه، وساعتها لن يجد وليا يجيب له خير ولا نصير يدفع عنه الشر. ربنا هيمنع الخير عنه وهيبتليه بالمصائب، هيروح لأولياء والناس اللي واقفين معاه، محدش هيرجع له الخير اللي ربنا نزعه منه، ولا هيمنع عنه الأمراض والانتقامات اللي ربنا هينتقمها منه. يبقى عقوبتين: أول عقوبة جاهل لرحمة الله تعالى وما يعرفش إن ربنا بيجيب الحاجة أحسن منها، وإن ربنا لما كانش نسخ الناس ما كانش أسلمت والناس كانت دخلت النار. تاني حاجة إن ربنا سينتقم منه وهيشيل كل النعم اللي في إيديه وهيبتليه بجميع المصائب والبلاوي الزرقاء، ولن يجد وليا يأتي إليه بالخير اللي ضاع منه، ولا هيلاقي حد ينصره ويدفع عنه الشر دوت. طيب ليه
الإنسان اللي بيعترض على أفعال الله بيبقى كافر. وليه اليهود نفسهم يعملوا كده؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إيه؟ طب إيه اللي تسألوا موسى من قبل؟ اليهود راحوا قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فرق بيقولوا يا موسى خلي ربنا يفرض عليه يجيب لنا آلهة. بيعترضوا على فعل ربنا أنه مش عاوز آلهة غيره، ويقولوا موسى لازم ربنا يجيب لنا آلهة تانية. وفي آية تانية قال الله تعالى أرنا الله جهرة، خلي ربنا يظهر لنا نفسه، معترض على أن ربنا لا يظهر نفسه ولا يرى في الدنيا. من اعترض على أفعال الله كفر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اعتراضا على أفعال الله فكفروا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اللي يقول خلي ربنا ما ينسخش يبقى كده بيعترض على أفعال ربنا، زي اليهود ما قالوا خلي ربنا ما يتفرطش في الألوهية ويجيب لنا إله آخر، وخلي ربنا ما يحجبش نفسه عننا ويظهر لنا نفسه. اللي يعترض على أفعال ربنا ده تبدل الكفر بالإيمان، ودايما اللي في البه هو اللي راح. يعني لو أنا قلت استبدلت جني بدولار يبقى أنا رميت الدولار وخدت الجني. طب لو قلت استبدلت دولار بجني اللي في البه هو اللي مشى، يبقى أنا صرفت الجنيهات اللي معايا روحت البيت بالدولار، اللي في البه هو اللي معايا. من يتبدل الكفر بالإيمان يبقى رمى الإيمان بتاعه وخد الكفر، فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل يعني السبيل السوي الصحيح. ودك طب ليه الكفار عاوزين نقول الكلام ده؟ عشان لو قلنا الكلام ده نبقى كفار. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كل هدفهم أن تكفروا، ولو أنتوا اعترضتوا على فعل من أفعال الله بقيتوا كفرة. طيب دي حيلة من حيلهم. عملوا حيل تانية؟ عملوا حيل تانية. اليهود عملوا حيل عشان نكفر، زي ايه؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قولوا احنا مؤمنين ورجعوا قولوا لا ده احنا شفنا الدين طلع مليان عيوب. بيعملوا كل جهدهم عشان يكفروكم، فاوعوا تسمعوا لكلامه. طيب يبقى اول حاجة لازم نقول للناس اللي هيتكلم بكلام اليهود في النسخ هيتعاقب بعقوبتين، عقوبة يبقى جاهل، وعقوبة ان ربنا ينتقم منه وياخد منه الخير اللي عنده ويبتليه بالمصائب ولن يكد له وليا والنصير. طب ليه اليهود بيعملوا كده؟ عشان يكفروك. طب هم عملوا حيل ياما، دي من الحيل بتاعتهم. خلاص. طيب السؤال بقى تاني حاجة في مواجهة النسخ، يجب على المسلم ان ينتقم من اليهود اللي نشروا فتنة النسخ ده. والانتقام بيكون بخطوتين. اول خطوة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اعفوا يعني ما تعاقبهمش باللي هم عملوه، واصفحوا يعني اديهم صفحة وشك وخد سيبهم وامشي، ما تعاسبهمش النهاردة واديهم ظهرك وامشي حتى يأتي الله بأمره. طب ليه نعفو ونصفح؟ عشان احنا منتظرين أمر العذاب حتى يأتي الله بأمره لتعذبهم. إن الله على كل شيء قدير أن طب هل أتى أمر العذاب؟ أيوة أتى أمر العذاب. وبنوا قريظة اتذبحوا، وبنوا النضير اطردوا، وبنوا قينقاع اطردوا. كل من واجه المسلمين اتعذبوا، بنوا قينقاع اطردوا، جالهم وباء وماتوا. بني النضير راحوا خيبر، رحنا خيبر هناك وقتلناهم هناك وخدنا منهم فلوسهم وخدنا منهم الجزية منهم. بنوا قريظة قتلنا الرجالة بتاعتهم وسبنا الأطفال والشباب وزعناهم عليهم. ليه؟ عشان قتل الله بأمره. يبقى المطلوب مننا النهاردة ان احنا نعفو ونصفح، ان ملناش شوكة ملناش جيش، فنعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره. طيب في مرحلة الانتظار مطلوب مننا حاجة تانية، ايه هي؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. في فترة الانتظار يجب انك تعملوا كل الاعمال الصالحة للاستعداد لهذا اليوم. كده احنا خلصنا فكرة النسخ. تاني موضوع بيتكلم عليه ربع ما ننسخ قصة العصيان السادس والاخير من قصص بني اسرائيل.
إيه العصيان السادس الأخير؟ ربنا قال لهم لا تتشبهوا بالكفار. جم تشبهوا بالكفار في خمس حاجات. أول حاجة قالوا الجنة لليهود بس وأي حد غير يهودي مش هيخش الجنة. زيهم زي بقية الكفار، كل فريق من الكفار قال كده. تاني حاجة قالوا غيرنا كلهم كفار، الجنة بتاعتنا وغيرنا كلهم كفار. تالت حاجة منعوا العلم، منعوا أي حد يعلم علوم شرعية. رابع حاجة قالوا ربنا اللي ولد. خامس حاجة قالوا خلي ربنا يكلمنا. دول خمس حاجات تشبهوا بيها مع الكفار، مع ان ربنا حرم عليهم التزال. الجنة بتاعتنا لوحدنا، غيرنا كفار، ممنوع حد يعلم، احنا مش بتوع علم، امنع العلم خالص، والعلم ده بتاع ناس معينة هم بس اللي يعلموا، اي حد بعد كده غيرهم يبقى ضال، ان ربنا اللي ولد. واخر حاجة خلي ربنا يكلمنا. طب ناخد واحدة واحدة. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم، تلك امانيهم دي جملة معترضة تبين ده حرام، ده كلام كذب. قل هاتوا برهانكم، هاتوا آية او حديث او حاجة من ربنا يقول ان اليهود بس اللي هيخشوا الاسلام. هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يبقى اول دليل ان انتم كذابين، ما عندكمش دليل. اللي هيدخل الاسلام كل من اسلم من بني بشر، كانوا يهود، كانوا صينيين، كانوا مغول، كانوا فرعنا، كانوا زي ما كان، كل من اسلم على وجه الكرة الارضية ودن بالاسلام بشريعة النبي بتاع عصره ده في الجنة على طول. بلى من اسلم وجهه لله، هو ده الصح بقى. كل من اسلم وجهه لله بشرطين. واحد يتبع الله ورسوله. يبقى اول شرط اسلم وجهه، مش اسلم بس، لا اسلم وجهه، يعني يتبع الشرع بالدليل. طب ليه خاص الوجه؟ ليه ما اسلمش جسده، اسلم عقله؟ لان الوجه ده اشرف حاجة في الانسان، فاذا استسلمت يبقى كل انسان. يبقى اول شرط للنجاة الدليل، اسلم وجهه لله، يعني الادلة اللي جاية منين؟ من عند ربنا. وهو محسن، ده الشرط التاني بقى. وهو محسن يعني يعبد الله كأنه يراه. الاحسان ان تعبد الله كأنك يراه، يعني يسلم وجهه لله ويتبع الدليل وهو مخلص لله لإرضاء الله، بيعمل كده كأن ربنا شايفه. يبقى عندنا شرطين، الاتباع والإخلاص. لو حد سألك عاوزين دليل على الاتباع والإخلاص، ده دليل من أدلة الاتباع والإخلاص، وموجود في سورة الكهف دليل تاني، وفي أدلة كتير يعني. بلى من أسلم وجهه فلا خوف، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم منين؟ من الحاجة اللي جاية، ولا هم يحزنون على اللي فات. ما يخافش من اللي جاي ولا يحزن على اللي ايه؟ على من فوات الماضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب التشبه الثاني بقى، قالوا غيرنا كفار. ايه الدليل؟ قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. الاثنين كفروا بعض، وهم يتلون الكتاب، والفريقين بيتلون الكتاب، وكل واحد بيجي، الاثنين بيقروا التوراة. النصارى معتمدين على التوراة، واليهود معتمدين على التوراة، كل واحد عنده التوراة. النصارى بياخدوا التوراة ده علشان الأحكام، لأن سيدنا عيسى قال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فسيدنا عيسى معتمد التوراة، فهم الاثنين بيقروا التوراة، وهم الاثنين النصارى مكفرين اليهود، واليهود مكفرين النصارى. كذلك قال الذين لا يعلمون، حتى برضك مشرك العرب قالوا كده، احنا المؤمنين والباقي كله كفار، مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طب ليه ربنا بيكلمنا على كده؟ عشان ده داء الأمة الإسلامية، كل فرقة ضالة تقول انا المسلم والباقي كله على باطل، يقول لك الإسلام هنا واللي هنا مسلم واي حد تاني كافر. الفرق دي والاثنين بيقروا القرآن. يبقى تشبهوا في حاجتين، قالوا احنا اهل الجنة بس، ربنا رد عليهم قال لهم من اسلم واتبع واخلص في الجنة، سواء من اليهود او غير اليهود في اي عصر من العصور. تاني حاجة قالوا احنا المسلمين وغيرنا كفار،
والنصارى قالوا كده والعرب مشركين العرب قالوا كده. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وربنا يحاسبهم ان اليهود تشبهوا بالكفار وكفروا الاخرين. التشبه الثالث منع العلم، شبهوا الكفار في منع العلم. قال تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. يمنع درس علم، يمنع صلاة، يمنع حد يخش المسجد، وسعى في خرابها. الخراب ده مادي او معنوي، ان يهد المسجد، واحد يخش المسجد بريحته سيئة، ان يخش يوسخ في المسجد فالناس تخش بعد كده فما تقرف تخش المسجد فتمشي. كل من يضر المسجد معنويا، انه يجيب ابن الصغير يعمل دوشة في المسجد ويتكلمه ويقعد يجعر، حرام حد يجيب ابن الصغير من غير ما يكون موجود جنبه وشايله في ايدي، زي الرسول ما شال أمامة وزي ما شال الحسن والحسين. ما فيش حاجة اسمها اي واحد بيزعج المصلين، اي واحد بيصد عن المسجد، اي واحد داخل بريحة وحشة المسجد، اي واحد ورشة عمالة تدق ساعة الصلاة، دي كلهم بيخربوا المسجد وسعى فيه خرابها. اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ده وعد من ربنا، اللي يمنع درس شرعي، يمنع حد يدرس في المسجد، لازم ربنا يطرده من المسجد وما يدخلش المسجد ده الا وهو خائف وذليل. طب ذلك لهم خزي في لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. طب هل ده حصل؟ ايوه حصل. كفار قريش منعوا النبي من العمره، فايه اللي حصل؟ ربنا ذلهم: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انطردوا المسجد، مفيش واحد يخش واحد كده. وقال: الا لا يحجن بعد العام مشرك. وزي اعظم واحد ذنب اللي يمنع الدروس من المساجد ويمنع العلم في المساجد لاي سبب من الاسباب، اعظم واحد اجر اللي بيعمر المساجد ويعمل دروس فيها. قال الله تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وقال: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب يبقى أعظم ناس ذنب اللي بيمنع درس المسجد حتى مهما كانت الأسباب، إلا لو كان بيضر المسلمين في دينهم أو بيضر المسلمين في حياتهم، لكن غير كده ممنوع حد يمنع درس في المسجد. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لو حصل والكفار إن اليهود تمكنوا والنصارى تمكنوا ومنعوا الدروس في المساجد ومنعوا الصلاة، أنتم ما تسيبوش المساجد. ليه؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، لو أنت صلي في أي مكان وأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني كل شيء بعلمه وتدبيره وإحاطته. قال ابن عباس: خرج نفر من أصحاب رسول الله قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان أنهم لم يصلوا وأنهم مخطئون في تحريهم، فلما قدموا سألوا الرسول فنزلت الآية: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن عمر: نزلت في المسافر وهو بيصلي السنن، يصلي في أي حتة سواء قبلة أو غير قبلة. طيب التشبه الرابع اللي تشبهوا به، قالوا ربنا لولد. وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا إيه؟ قالوا عزير ابن الله سبحانه، يعني تقدس وتنزه أن يكون له ولد. سبحانه يعني تنزه أن يكون له ولد. بل الحقيقة بقى كل له قانتون، كل يعني كل ما في الكون له قانت مطيع منقاد، فهو مش محتاج ولد لأن كل ما في الكون بيطيع أوامره القدرية وأوامره الشرعية، حتى اللي بيعصى في الشرعي بيرجع بعد كده يندم.
طيب التشبه الخامس قالوا خلي ربنا يكلمنا. وقال الذين لا يعلمون اللي هم كفار قريش لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. مين اللي قبلهم بقى؟ اليهود. قالوا إيه؟ قالوا أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم في الكفر قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آخر موضوع لسورة البقرة كيف نتعامل مع اليهود. نتعامل مع اليهود بأربع قواعد. أول قاعدة نبشر وننذر. نبشرهم وننذرهم. نبشرهم لو أطاعوا ربنا بالخير وننذرهم لو عصوا ربنا. كده احنا قمنا الحج عليهم. تاني حاجة ما يعودوا يتفاوضوا معانا نقول لهم كلمتين مش ده الحق ومش عراضي حد. ليه؟ عشان ربنا قال لنا لن ترضى عنك اليهود والنصارى. تالت حاجة نبحث عن الخاشعين. رابع حاجة نذكرهم بنعم الله لأن اليهود فيهم خاشعين زي عبد الله بن سلام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يبقى دي أول حاجة مع اليهود بشيرا ونذيرا نعرض الحق ونبشر وننذر. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا نسألك لما ممنوش. دي مش شغلتنا. أنت شغلتك بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في سورة الرعد إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طيب الوسيلة الثانية لا نراضيهم لأنهم لا يرضون أبدا. ما نتنزلش عن أمور ديننا عشان يرضوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم. قل إن هدى الله هو الهدى. إن هدى الله هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال. ولئن اتبعت أهواءهم اللي هم بيقولك نزل عنه زي يقول لك اعترف ان الاديان كلها في الجنة زي يقول لك اعترف بالشذوذ. ولئن تبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم يعني الوحي اللي جالك ما لك من الله من ولي ولا نصير. ربنا هيبتليك بمصائب كبيرة جدا وينزع عنك كل الخير. كل الخير مش هيرجع لك تاني ملكش نصير يرجع لك. وربنا مش هتلاقي ولي يجيب لك الخير يضع منك ولا نصير يحميك من الشر اللي ربنا ابتلاك بيه. ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب الخطوة التالتة نبحث عن الخاشعين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يعني يتلون القرآن حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ربنا مدح ناس من أهل الكتاب لأنهم كانوا بيقروا كتاب القرآن وكانوا بيهتدوا به. زي أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه غير على غير تأويله. آخر حاجة تذكرهم بنعم الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يعني خافوا يوما لا تجزي نفس يعني لا تغني نفس عن نفس. مفيش حد يروح لربنا يقول له يا رب خدني مكان فلان مش هيحصل الكلام ده. ولا يقبل منها عدل ما يقبلش منها عدل يعني مفيش واحد. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.